السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ام جي اوتو. اليوم اختارينا نتكلموا لكم على سيارة لوغان 2021 اللي ظهرت في حلة جديدة في الاونة الاخيرة. ما نطولوش عليكم بزاف، خليوا لنا لايك للفيديو وابوني الى عجبكم من طبيعة الحال. يلا على بركة الله، ربطوا الاحزمة ديالكم، مشينا. مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. كيف ما كتعرفوا، نجحت رونو بطريقة نموذجية في إعادة إحياء علامة داسيا الرومانية، واللي مما لا شك فيه بأن الفضل الأكبر في إحياء داسيا كيعود لإطلاق الطراز ديال لوغان في عام 2004 كواحد سيارة لمنخفضة التكلفة ومرضية لغاية العملاء في الأسواق، واللي هاد الأسواق كينتشر فيها أصحاب الدخل المحدود. فهاد الطراز اللي خلف سولينزا المتواضعة ومن قبلها سوبر نوفا، جاء بتصميم عصري للغاية ومواصفات منافسة مكنات الجيل الأول من اقتراب المبيعات ديالها من حاجز 3 مليون وحدة، مناصفة تقريبا مع الشقيقة ديالو رينو سامبول. هاد رينو سامبول اللي ما كتختلفش على داسيا بزاف غير بالشعار. ومن المتوقع الكشف عن داسيا لوغان 2021 او رينو سامبول 2021 في معرض باريس شهر اكتوبر من العام الجاري، واللي غادي يجيب واحد التصميم عصري للغايه ومميز وفي نفس الوقت جذاب رغم التكلفه ديال التصنيع اللي منخفضه نسبيا. وعلى حسب ما قالوا موقع كوليزا، لوغان اللي غادا تكون ان شاء الله في 2021 غتكون قريبه من الشكل اللي كيبان في الصوره، و غتجمع ما بين الجاذبيه والبساطه بطريقه مبتكره، وغيتم تصنيع الجيل الثالث على قاعده سي ام اف بي المتطوره، مما كيعني ان السياره لوغان الجديده غتكون في رحابة داخلية أفضل وأداء أحسن وراحة ركوب أعلى من أي وقت مضى، كما أن ذلك غيفتح الأبواب أمام داسيا أنها توفر الفئة الهجينة أي الهايبريد، أي يعني بأن المحركات غتخدم بالكهرباء والوقود في نفس الوقت. هذا ما يسمى بالفئة الهجينة. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، هذا ما كان بالنسبة لداسيا لوغان 2021. ما تنسوش تشاركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد السيارات، ودعمونا باش ديما نجيبوا لكم جديد. وإذا كان عندكم أي تساؤل كيخص السيارات ممكن تخليه لنا في التعليقات، وإحنا بدورنا غادي نجاوبكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.